كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نقترح لكم هذه الزواقه، هذه سهله جدا وتعطي شكل مغاير للزواقات العاديه اللي عرفناهم بلونين. اخترت لكم اليوم اللون الاسود واللون الاصفر. بالنسبه لهذه الزواقه هذه اللي ممكن نشير ليه انها تعطي الغلظ بزاف، وبالتالي الا بغيتوها تجيكم مزيانه فمن الافضل انكم ترخيو الخدمه ديالكم، مثلا انكم تخدموا برقم 6 عوض الرقم العادي اللي تنخدموا به هو 5 او 5.5، فخدموا من 6 ل 6.5 باش تجيكم ما عريضاش بزاف. بغيتوها تكون عريضه فخدموها برقم 5.5، لكن من الافضل 6 ل 6.5. ونبدا على بركه الله. نبداو بليكوت اكس اكس، جميع الابر اللي فوق من الجهتين، الرابط ديال هذا ليكوت هذا اكس اكس، جميع الابر من هنا وملهي مهزوزين، غادي توجدوه في التعليق الاول. نبداو 20 سطر ثم نغيروا لان سي من الجهه الخلفيه رقم 5 ومن الامام ا اكس ايضا رقم 5. الخيط من طبيعه الحال على 2. هنا من بعد ما عملنا 20 سطر، هنا من طبيعه الحال كيف قلت لكم فاليكوت هاد ليكوت هادو تيكونوا هاد الابر كلهم مهزوزين من الجهتين. هنا الان فين غادي يكون التغيير، نهزوا هذا لي بوزوارات وغادي نلاقيوهم مع هادو ويبقاو على هاد الجهه هذه. لاحظوا ماشي في بلاصتهم فوق ولكن ماشي الفوق، يعني على هذا الحافه هذه. صافي ونبداو العمل ديالنا. من طبيعه الحال نغيروا لي زابيسور من الاسود للبرتقالي ونخدموا. غادي نحتاجو لونين، انا غادي نخدم باللون الاسود واللون البرتقالي. الان غادي نعملو سطور باللون الاسود. ما نساوش هنا هذا الفلاش، هذا السهم هذا في هذا الجهه هذه، نكونوا باركين عليه. هنا ا، هنا اكس، ونبداو سطرين باللون الاسود ثم نغيروا اللون، سطرين باللون الاصفر، سطرين باللون الاصفر. هذه هي الزواقه ديالنا بلونين. غادي نحتاجوا لونين، غادي نحتاجوا لي زابيسور باللون الاسود اللي غادي نخدموا به لي كوت في الاول، ثم غادي نغيروه للبرتقالي اللي غادي نقادوا به الزواقه ديالنا. هذا لي كوت هادو غادي توجدوهم في التعليق الاول وفي صندوق الوصف. ملي يكون عندنا هاد الابر من الجهتين طالعين فاحنا هاد البوسوارات غادي نقادوهم من الجهه المقابله فقط لينا حنايا فين جالسين، يعني غادي نطلعوا جميع الابر وغادي نديروهم كيف غادي نوريكم ان شاء الله في على الماكينه. نديرو لونين، نديرو سطرين دوغونس ان من الجهه الاخرى لا تتغير، ا اكس فلاش او سهم من هذه الجهه هذه لا يتغير، التغيير فقط يكون في اللون. وحتى هذه الزواقه ديالنا ما تتغيروهاش، يعني فقط سطرين باللون الاول ثم سطرين باللون الثاني مع القيام بهذه الاجراءات. هذه هي الزواقه ديالي لليوم، تنتمنى انها تكون جاتكم سهله وانها تكون نالت الرضا ديالكم والاستحسان ديالكم. بالنسبه لمشتركي الدوره التدريبيه رجاء ان تطبقوها بهذا اللونين او انكم تغيروا الالوان، ما كاين حتى شي مشكل، تيبقى مساله اذواق. اللي عجبكم الفيديو ديالي من طبيعه الحال اشتركوا في القناه ديالي، علقوا ولو بكلمه. بالنسبه للناس اللي دائما تيسالوني الاشعارات ما توصلهمش، رجاء ان بركوا على زر الجرس، وخا تكونوا دايرين تفعيل حيدوا التفعيل ديالكم وعاودوا من جديد ديروا تفعيل جديد باش توصلكم الاشعارات. الا بغيتوا تساعدوني نشروا هذا الفيديوهات ديالي في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بكم ونكون شاكره جدا فضلا. وهذا الشيء اللي كاين لي اليوم، لا تنسوني من صالح الدعاء ولكم بالمثل وافضل. السلام عليكم.